بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزيرسيس مات كو. المهم في هذه الحصه غادي ان شاء الله غادي نشوفوا التصحيح ديال التمرين رقم 9 بالنسبه للتيت ديال هذا في صندوق الوصف بالنسبه للتيرمو ديناميك. هادو التمارين ديال البروميير برينسيپ مع الكالكول ديال لو طرافاي ولا شالور. هاد التمرين هذا قال لك اون افيكتيي دو 3 فاسون ديفيرون اون كومبريسيون كي اميني دو لير كونسيديري كوم ان غاز بارفي دو ليتا 1. يعني هنايا عندنا ثلاثه ديال الطرق باش يعني ثلاثه ديال الطرق باش كنمشيو من ليطا 1 ليطا 2. اذا بالنسبه ليطا 1 عطانا بي او في ديالها صافي، حيت اننا عندنا واحد ترانسفورماسيون ريفيرسيبل هو هذا اللي يقولها لنا. يعني هنا قال لك باللي بي 1 بالنسبه للترانسفورماسيون بالنسبه ليطا 1، اذا هنا ضروري خصنا نبقاو نرمزو لذاك ليطا ديالنا، حيت كيبقاو نحتاجو هادو بجوج. يعني في ليطا 1 عندو واحد المميزات، ياك المميزات ديالها عطانا بي 1، قال لك بلي بي 1 هي واحد بار مزيان، وعطانا في 1 قال لك بلي في 1 هي 3 في 2. ماشيين من ليطا 1 فيغ شنو ليطا 2، حيت اننا في ليطا 2 عاوتاني عندنا واحد البريسيون اللي هو بي 2، حيت ان بي 2 هو 3 بي 1، وعندنا واحد الفوليوم في 2 اللي هو 1 لتر. مزيان قال لك ا ليطا 2، مزيان قال لك ايسي دون مانيير ريفيرسيبل، يعني ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. فاش كتفيدني ان ترانسفورماسيون ريفيرسيبل ان داك البريسيون اكستيريور راه هو البريسيون ديال الغاز. هادشي فاش كتفيدني الترانسفورماسيون ريفيرسيبل. ان ريفيرسيبل يعني البريسيون اكستيريور راه ماشي نفس البريسيون ديال الغاز. والتمرين اللي غنشوفو في الحصه المقبله اللي هو التمرين 8 غادي نشرحو فيه هاد البلان ديال شنو كيتبدل الا كان ترانسفورماسيون ريفيرسيبل ولا ايريفيرسيبل، غنشوفو في التمرين رقم 8 يعني في الحصه المقبله. اذا بالنسبه لهنا قال لك لو بروميير ترانسفورماسيون اي ايزوكور بوي ايزوبار، يعني هي كتنتقل من ليطا 1 ليطا 2 بثلاثه الطرق، يعني كدوز من ثلاثه الطرق باش كتحول لنا من ليطا 1 ليطا 2. اول طريق يعني بروميير ترانسفورماسيون اي ايزوكور، يعني كي كون ترانسفورماسيون ايزوكور يعني الفوليوم كونستون بوي ايزوبار، ومن بعد كيولي البريسيون هو لي كونستون. بالنسبه للسكون ترانسفورماسيون كيكون ايزوبار بوي ايزوكور، ولا تخوازيام اي ايزوتير. يعني عندنا ثلاثه الطرق حنا نرسموهم، حيت هو اصلا في اول سؤال قال لك غير بريزونتي بي اون فونكسيون دو في بور لي تخوا ترانسفورماسيون. اذا هنايا خصنا نصاوبو داك ديال كلابير، يعني غادي نديرو ريبريزونطاسيون بالنسبه للمعلم ديال كلابير. اذا بالنسبه للسؤال واحد يعني خصنا نرسمو بي اون فونكسيون ديال في بي، وهنا في مزيان. اذا هنايا حنا شنو عندنا في ليطا 1؟ عندنا بي هي واحد بار مثلا، حنايا ما نعتبروش هنا يعني واحد بار فين جات ولا صافي، ديريكت نخسر واحد النقطه هنا. هذه هي بي، من بي بي 1 اللي هي واحد بار. بالنسبه لبي دو شنو هي؟ هي 3 بي 1 مثلا، هادشي هنا هذه 3 بي 1، ها بي 1 فين جات؟ هذه 3 بي 1 اللي هي شنو؟ اللي هي بي 2. وبالنسبه ل في 2 شنو هي في 2؟ هي 1 لتر. اذا بالنسبه ل في 2 ها هي مثلا، وبالنسبه ل في 1 شحال هي؟ هي 3 في 2. اذا مثلا 3 في 2 هتجي هنا اللي هي في 1، حيت في 1 راه هي 3 في 2 يعني هي 3 لتر. مزيان هادشي هكا، اذا هي 3 لتر. ما علينا، اذا غادي نرسمو ليطا 1 فين جات ليطا 1؟ ها بي 1 ها في 1، يعني هنايا نديرو الملاقات يجيو مثلا هنا. هادي شنو هي؟ هادي هي ليطا 1. ليطا 2 فين جات؟ ها في 2 ها بي 2، يعني طلعنا بحال هكا غتجي هنا. هادي شنو هي؟ هادي هي ليطا 2 اللي عندها بي 2 و في 2. مزيان قال لك ريبريزونتي بي اون فونكسيون دو في بور لي 3 ترانسفورماسيون. شنو هو اول ترانسفورماسيون؟ راه قال لك تما بلي لو برومي ترانسفورماسيون اي ايزوكور بوي ايزوبار، يعني ترانسفورماسيون رقم واحد اش كيكون؟ كيكون ايزوكور ومن بعد ايزوبار. ايزوكور يعني شنو؟ يعني الفوليوم كونستون، يعني هنا الفوليوم من ليطا 1 يبقى كونستون، يعني طلع بحال هكا صافي. ايزوكور طلع بحال هكا،
هذا ايزوكور يعني الفوليوم كيبقى كونستون. قالك في البرومي ترانسفورماسيون كتكون ايزوكور بوي ايزوبار، انت عقل بلي ما شامل لي طا 1 لي طا 2. غير كاينه ثلاث الطرق، الطريق الاولى انها كتكون ايزوكور يعني كطلع بحال هكا ومن بعد كتولي ايزوبار يعني البريسيون اللي كيولي كونستون باش كتوصل لي طا 2. اذا هذه شنو هي؟ هذه هي الطريق الاولى. مزيان قالك لو سوغو ايزوبار يعني بالنسبة للطريق الثاني انه كيكون ايزوبار ومن بعد عاد كيولي شنو؟ عاد كيولي ايزوكور يعني ايزوبار البريسيون غيبقى كونستون يعني تجي بحال هكا ومن بعد تولي اتولي ايزوكور يعني الفوليوم غيولي كونستون في في 2 باش تطلع لينا لهنا. هذه شنو هي؟ هذه هي الطريق الثاني. وشنو قال لك؟ قال لك لا تخوازيام ايزوتيرم يعني تخوازيام ترانسفورماسيون راه هو ايزوتيرم. كنعرفو رسم ايزوتيرم، ايزوتيرم كيجي بحال واحد الشجر ياك كيجي بحال هكا، هذا ايزوتيرم، هذا هو الثالث. مزيان اذا هادو هما، هذا هو داك دياغرام دو كلابيرون. صافي بالنسبه للسؤال واحد. السؤال الثاني شنو قال لك؟ قال لك كيل سون لي ترافو اي لي كوانتيتي دو شالور اي شونجي لوغ سي ترانسفورماسيون كونكلي. يعني غادي نحسبوا الترافاي لي كيديروا يعني كيديروا بالنسبه للترانسفورماسيون رقم واحد، الترافاي اللي كيديروا الترانسفورماسيون رقم جوج، والترافاي اللي كيديروا الترانسفورماسيون رقم ثلاثه، ونفس الشيء بالنسبه للكوانتيتي دو شالور. من بعد نعطيو واحد السينتاج. صافي داك السينتاج راه واضح وباين غير بحال اللي كنثبتوا لكم. اذا دابا غادي نعاود الرسم هذا هنا وغادي نرجعوا باش نحسبوا كل حاجه بوحدها. اذا دابا في السؤال الثاني غادي نحسبوا الترافاي اللي كيديروا الترانسفورماسيون بالنسبه للترانسفورماسيون لو برومي ترانسفورماسيون بالنسبه لو سكون ترانسفورماسيون بالنسبه لو ثوازيام ترانسفورماسيون. اذا نبداو بالبرومي ترانسفورماسيون اللي هو هذا يعني من او 1 كيمشي لو 2 ولكن شوف معايا بلي كيكون ايزوكور ومن بعد ايزوبار. يعني هنايا غادي نشوفو بالنسبه للسؤال الثاني اذا نحسبوا الترافاي والكوانتيتي دو شالور غادي نشوفو الترافاي بالنسبه للترانسفورماسيون رقم واحد. صافي من واحد حيت هما كاملين كيمشيو من لي طا 1 فيغ لي طا 2 يعني من واحد لجوج، ولكن شنو اللي كيمشي في الطريق رقم واحد؟ اي الكوانتيتي دو شالور من واحد لجوج اللي كيمشي في الطريق رقم واحد. نبداو بلو ترافاي. كنعرفوا على لو ترافاي، لو ترافاي هو يعني لو ترافاي اليمونتير هو موان بي اكستيريور في دي في. يعني بغينا لو ترافاي كنديرو لانتيغرال، ولكن هنا لاحظ معايا واش نقدر نحسب الشغل ديريكت انو؟ شوف يعني ضروري هنايا الا بغيت نحسب الشغل ما نقدرش نخرج بي و في ديريكت، حيت انا كنخدم لو ترافاي كيجيني ساهل الا كان عندي واحد ترانسفورماسيون من ديك الكاتر ترانسفورماسيون بارتيكولي اللي هما ايزوبار ايزوكور ادياباتيك و ايزوتيرم. اذا هنا غادي نفرق ترانسفورماسيون ديالي حيت هو ها هو ايزوكور من بعد ايزوبار. يعني هنا هاد النقطة هادي نسميها مثلا نقطة أ، يعني هنا غيولي هاد لو ترافاي من واحد لجوج في ترانسفورماسيون رقم واحد شنو هو؟ هو لو ترافاي من واحد هانت من واحد ل أ ياك، من واحد من 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 لي طا 1 حتى لهاد لي طا ا. يعني لو ترافاي من واحد ل ا فهاد ترانسفورماسيون رقم واحد بلوس لو ترافاي من اش من ا لهاد لي طا جوج ديال اش ديال هاد الطريق رقم واحد. صافي مزيان لو شو ماطون. اذا بالنسبه ليا هنا لاحظت معايا بالنسبه لو ترافاي من واحد ل ا من واحد ل ا شنو هو؟ يكون هو موال بي اكستيريور. قال لك ترانسفورماسيون ريفيرسيبل يعني بي اكستيريور هي بي ديال الغاز. يعني بالنسبه لهنا لو ترافاي من واحد لجوج ديال تان شنو هو؟ المواعد اللي تخرج غيكون لانتيغرال من واحد ل ا ياك ديال اش ديال بي اكستيريور المواعد خرجات فوا دي دو في. وهنا عاوتاني هذا شنو هو؟ هو موال لانتيغرال من اش من ا لجوج بحال اللي درت داك البلان لانتيغرال دخلت ا و ا هنا يعني ترانسفورماسيون دخلت لي طا ا هنا ديال اش ديال بي اكستيريور الموان راه خرجات برا وهنا فوا دي في. صافي مزيان. اذا لاحظ معايا بالنسبه لهاد الترانسفورماسيون هذا من واحد ل ا من واحد ل ا من واحد يعني من لي طا ا حتى لي طا ا شنو كاينه؟ كاينه بلي ترانسفورماسيون مالو راه ايزوكور. علاش؟ حيت الفوليوم كونستون. ترانسفورماسيون ايزوكور الفوليوم كونستون يعني الـ يعني الدي في شحال هي زيرو. صافي يعني هاد الدي في هادي زيرو. علاش؟ حيت الفوليوم كونستون يعني الفارياسيون ديال الفوليوم راه كتساوي زيرو. علاش؟ حيت الفوليوم كونستون. اذا هادي زيرو مشى هادشي كامل للصفر. اذا شنو بقى لي لو ترافاي؟ هنا ممكن نكمل ولا المهم من واحد لجوج بالنسبه لي طا 1 شنو هو؟ راه هو موان
l'intégrale من A لجوج ديال P من A من واحد لجوج l'intégrale من A لجوج ديال P extérieur شنو هي P extérieur P ديال الغاز علاش حيت ترانسفورماسيون ريفرسيبل يعني هنا P فوا D دو V مزيان دابا هنا لاحظ معايا عندي غاز بارفي صافي ما قاليش واش 1 مول ولا 2 مول المهم قال لي غاز بارفي ولا لا عندي غاز بارفي بالنسبه لهاد الترانسفورماسيون من A لجوج لاحظ معايا ترانسفورماسيون من A لجوج شنو عندي عندي البريسيون كونستان لاحظتي معايا بلي عندي البريسيون كونستان يعني البي ديال الغاز راه كونستان هاد البي هادي شتولي هي بي 2 اذا هنايا علاش حيت هنايا ترانسفورماسيون ايزو بار يعني البريسيون راه كونستان يعني هنا موان بي 2 غادي تخرج لانتيغرال من اش من ا الاس لجوج ديال دي في بالنسبه لليتا ا لاحظ معايا ليتا ا شنو هو الفوليوم ديالها راه هو في 1 يعني هنا ممكن نحيد هاد ا غادي ندير في 1 وبالنسبه لليتا 2 شنو هو الفوليوم ديالها ليتا 2 الفوليوم ديالها هو هو في 2 يعني من في 1 حتى لفي 2 اذا هذه هي موان بي 2 ياك وهنا غادي نعوض لانتيغرال دي في شنو هو في نعوض بفي 2 ومن بعد نعوض بفي 1 يعني في 2 موان في 1 اذا بالنسبه لو طرافاي من 1 من 2 بالنسبه للشومان 1 شنو هو راه هو موان بي 2 ممكن بي 2 تدخل لداخل ما علينا حنا شنو كنعرفو كنعرفو بلي في 1 هي 3 في 2 كنعرفو بلي في 1 هي 3 في 2 ياك اذا هنايا الا درنا في 2 ناقص في 1 ولا المهم انا ممكن ندخل ناقص عاد ديرها انت في 2 ناقص في 1 راه هي في 2 ناقص 3 في 2 حيت في 1 راه هو 3 في 2 درتي ناقص هنا ناقص يعني في 2 موان في 1 هي في 2 ناقص 3 في 2 اللي هي ناقص 2 في 2 صافي اذا هذه شحال هي هذه هي ناقص 2 في 2 اذا هنايا ناقص 2 في 2 في موان بي 2 راه هي 2 بي 2 في 2 هنا غادي نعوض البريسيون نعوض الفوليوم وغادي نخرج شحال هو يعني لابليكاسيون نيميريك نخرج شحال القيمه ديال هاد لو طرافاي من واحد لجوج بالنسبه لترونس وبالنسبه للشوما اذا هادي نعوض هنا عندي جوج هي جوج بالنسبه لبي 2 شنو هو بي 2 بي 2 ها هو هو 3 بي 1 و بي 1 شنو هو 1 بار يعني 3 في 1 بار خصني نحولو لاش للباسكال من البار للباسكال كضرب في 10 اس 5 يعني هنا مضروبه في 3 في 10 اس 5 مضروبه في اش في في 2 شنو هي في 2 في 2 هي 1 لتر خصك ترجع المتر كوب صافي يعني المتر كوب من لتر للمتر كوب كضرب في 10 اس ناقص 3 حيت 10 اس 3 لتر راه هي 1 متر كوب هنا ضربتي في 10 اس ناقص 3 اذا هنايا بالنسبه للاله الحاسبه نشوفوا شحال القيمه جوج مضروبه في 3 مضروبه في 10 اس 5 مضروبه في 10 اس ناقص 3 عطينا هي 600 جول صافي اذا هذه هي 600 جول اذا لو طرافاي من 1 2 بالنسبه للشوما 1 شحال هو هو 600 جول اذا هنايا غادي نرجع الاول وغادي نقلب دابا على الكوانتيتي دو شالور بالنسبه للشوما رقم 1 مزيان الكوانتيتي دو شالور غادي تلاحظ معايا واحد البلان هنايا راه عندك ثلاثه ديال لي شوما ياك ولكن واحد في داك لي شوما شنو ها هو ترانسفورماسيون هاد ثلاثه شنو هو ترانسفورماسيون ايزوتير شنو كنعرفوا على البروميير برينسيپ دو تيرموديناميك بالنسبه للغاز بارفي بالنسبه للترانسفورماسيون ايزوتير عطيناه كتساوي زيرو هادي ديال الكور اذا هنايا شنو عندي عندي غاز بارفي plus transformation qui d'ailleurs iso terre فهنا شنو الفاريياسيون ديال الانرجي انتر شحال هي 0 جول مباشره هذه مباشره وبرهنا عليها في الكور صافي غاز بارفي و ترانسفورماسيون ايزوتير ما راه جبدنا داك الساعات حيت شنو هي دي دو اي بروميير برينسيپ دو ثيرموديناميك هي كي بلس بلس يعني لا شالور بلس لو طرافاي حنا ملي حسبنا لا شالور ولا طرافاي ملي درنا لهم الجمع لقيناهم بلي لا شالور هي موان لو طرافاي ولا طرافاي هو موان لا شالور يعني ملي جمعتيهم عطاوك زيرو هي كنقولو زيرو هادشي راه بره لنا في الكور نتا كتعقل عليه مباشرة صافي اذا بالنسبة ليا هنا غاز بارفي ترانسفورماسيون ايزوتير دي دو اي كتساوي زيرو جول هادشي فين عندنا عندنا في الشومة نيميرو 3 لاحظ معايا اذا نتا تقول لي كدوي لي في الشومة نيميرو 3 وحنا في الشومة 1 غادي نقول لك بلي قلنا بلي هاد دلتا اي
صافي اللي هي الفارياسيون ديال لونطالبي ولا لونطالبي هامه. شنو نقول على لونطالبي؟ لونطالبي هي واحد الفونكسيون ديتا مزيان فونكسيون ديتا يعني نون دي بون دو شومان سويفي يعني ما متعلقاش بالمسار يعني الا كان دلتا او في هاد ترانسفورماسيون 3 هي 0 اذا دلتا او في اي مسار خسرتي غتلقاها 0 مزيان علاش حيت هاد لينيرجي انترن هادي يعني راه ما كتساوي 0 دخلت لونطالبي ودخلت بزاف الحوايج ما علينا المهم لينيرجي انترن راه هي واحد الفونكسيون ديتا يعني نون دي بون دو شومان سويفي هادي راه كتبناها في الكور وهنا U une fonction d'état. Ça fait une fonction d'état. Il y a une rayon dans des points de chemin suivi. Il y a une rayon d'état qui fait chemin 3 heures. Farayef I est chemin qui s'arrête ici à 15 heures. Il y a une rayon. Il y a une delta U qui sert à 0. Il y a une rayon. Il y a une rayon. Il y a le travail de 1, 2, 10. Chemin 1 plus le quantité de chaleur, on 1, 2, qui est le chemin 1, je vais te faire 0. Ça fait que le chemin qui est ici, c'est le travail plus le quantité de chaleur, 0. Et bien sûr, la variation de l'énergie interne, le premier principe de la thermodynamique, il y a le travail plus la chaleur. Et bien, il y a le travail plus la chaleur qui est 0. Et bien, maintenant, il y a la quantité de chaleur, 1, 2, qui est le chemin 1, il y a moins. Le travail من 1 2 ديال الشومان 1 صافي مزيان يعني بالنسبه ليا هنا راه الكوانتيتي دو شالو غتكون هي ناقص 600 جول اذا هنايا احنا سالينا بالنسبه لاول شومان صافي اول شومان احنا سالينا معاه دابا ندوزو للشومان 2 اذا هنايا غادي نحتفظ بهذا لو طرافاي حيت الشالو هي موال لو طرافاي من 1 2 بالنسبه للشومان 1 راه هو 600 جول مزيان اذا دابا اجي نشوفو بالنسبه للشومان 2 يعني لو طرافاي من ليطا 1 ليطا 2 بالنسبه للشومان 2 لو طرافاي من ليطا 1 ليطا 2 بالنسبه للشومان 2 اي الكوانتيتي دو شالور من ليطا 1 ليطا 2 بالنسبه للشومان 2 الشومان 2 هو هذا يعني كيكون ايزوبار ومن بعد ايزوكور يعني هنا غنسمي هذه النقطه واش يعني هذه غنسميها نقطه بي صافي يعني بالنسبه لو طرافاي من 1 من 2 شومان 2 شنو هو غادي نفرق عاولي هو لو طرافاي حيت انا ما نقدرش تحسبو ديريكت يعني نفرق حيت انا كنخدم على ديك لي ترانسفورماسيون بارتيكولي يعني نفرق يعني من هاد ا من لي طا 1 لي طا 2 بالنسبه لهنا ندخل بي تولي من لي طا 1 لي طا بي من لي طا بي لي طا 2 اذا بالنسبه لهنايا غيولي هو لو طرافاي من اش من 1 لبي ياك بالنسبه لشومان 2 بلوس لو طرافاي من بي الجوج بالنسبه للشومان 2 ياك هاد الترانسفورماسيون اللي كاين هنا ولا نبدل طرافاي من واحد لجوج بالنسبه للشومان 2 لاحظ معايا هنا بلي عندك من واحد لبي لاحظ معايا من واحد لبي ها هي من لي طا 1 لي طا بي شنو عندك الترانسفورماسيون كي داير ايزوبار ياك حنا ماشي مشكل غادي نحطو ليكسبرسيون كيما هو الموان خرجات هنا لانتيغرال ديالها ديال بي اكستيريور ترانسفورماسيون ريفرسيف بي اكستيريور هي بي ديال الغاز يعني هنا بي فايش فوا دي في هنا من واحد لبي كي غادي عندنا ترانسفورماسيون من واحد حتى لبي ترانسفورماسيون كي داير ايزوبار يعني البريسيون كونستون اللي هو بي 1 مزيان وهنا ناقص لانتيغرال من بي ل 2 ديالاش ديال بي اللي هو بي اكستيريور حيت هنا راه ماشي كونستون صافي يعني البريسيون ماشي كونستون بي يعني ترانسفورماسيون ريفرسيف بي ديال اكستيريور بي ديال الغاز حنا عوضنا هنا فوا دي في ولكن لاحظ معايا بلي هنا الفوليوم كونستون من بي لي طا 2 الفوليوم كونستون الفوليوم كونستون يعني شنو يعني الفارياسيون ديال الفوليوم شحال هي زيرو يعني هادي مشات لزيرو اذا هنايا بالنسبه لو طرافاي من 1 2 بالنسبه للشومان 2 شحال هو هو ناقص بالنسبه لبي كتخرج حيت كونستون اصلا تما عندنا ترانسفورماسيون ايزوبار كيبقى لانتيغرال ديال دي في شنو هو في من اش من يعني هنا لانتيغرال ديال دي في راه هو في من اش من لي طا 1 لي طا 1 شنو عنده لي طا 1 راه عنده في 1 ياك من في 1 حتى لبي بالنسبه لبي شنو عنده عنده في 2 الفوليوم ديالو هو في 2 اذا هنايا هي موان بي 1 وهنا غادي تعوض عوض في 2 من بعد عوض في 1 يعني في 2 موان في 1
هاد في دو موان في ان الا بغينا نحسبوها شنو عندنا حنا عندنا بلي ولا نقلبوه هاد الموان ممكن تدخل هنا دابا ها هي دخلات هنا تولي بلوس يعني نحسبوه في ان موان في دو هانتي عندنا في ان هي 3 في دو يعني في ان موان في دو هي 2 في دو كاينه ولا ما كايناش يعني نقص في دو من هنا و في دو من هنا يعني هادي راه هي 2 في دو يعني بالنسبة لهنا لهذا لو طرافاي من واحد لجوج بالنسبة للشومان دو شحال هو راه هو هادي هي جوج في دو يعني هو جوج بي ان فوا في دو بالنسبة للفي دو راه يمكن لك تبدلو باس تبدلو ب في ان على ثلاثة إلا بغيتي تخرجو بدالة في ان و في دو حنا ما عليناش دابا غادي نديرو غير لابليكاسيون نيميريك يعني بالنسبة لهنا جوج بالنسبة لبي ان البريسيون بي ان شنو هو بي ان راه هو واحد بار واحد بار يعني 10 أس 5 باسكال مضروبة في اش في في 2 بالنسبة للفي 2 شحال هو واحد لتر اللي هو 10 أس ناقص 3 متر كيوب إذا بالنسبة لي هنا لابليكاسيون نيميريك باش نشوف شحال يخرج لي هادشي إذا هنايا عندي جوج كتحيد الثلاثة اللي كاينة هنا كيخرج لي هو 200 جول إذا بالنسبة لو طرافاي من ليطا 1 ليطا 2 بالنسبة ل بالنسبة للشومان 2 شحال هو 200 جول بغينا لا شالور شنو هي هي موان لو طرافاي صافي لا شالور هي موان لو طرافاي اذا بالنسبه لي هنا غادي نرجع غادي نكتب هنايا عندي لو طرافاي من ليطا 1 ليطا 2 بالنسبه للشومان 2 شحال هو 200 جول مزيان دابا اخر حاجه بقات لينا هنايا بالنسبه للكونتيتي دو شالور هي موان لو طرافاي علاش حيت الفارياسيون ديال لينيرجي انترن زيرو حيت الانيرجي انتر واحد فونكسيون دي تانو دي بوان دو شومان سويفي وحنا عندنا بالنسبه لهذا الشومان اللي هو 3 ياك بلي ترانسفورماسيون ايزوتير ام غاز بارفي يعني راه الفارياسيون ديالها هي زيرو يعني اي شومان اختاريتو غنلقى الفارياسيون ديالها هي زيرو يعني اعتمدنا حنا على ديك 3 اذا دابا اجي نحسبو بالنسبه للشومان 3 اللي هو ايزوتير ياك دابا بالنسبة لهاد الشومون تخوا اللي هو ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني بالنسبة لو طرافاي هنايا من ان من دو بالنسبة لتخوا هنا ما ندخل حتى شي نقطة حيت عندي ترانسفورماسيون ايزوتيرم واحد ترانسفورماسيون بارتيكولي يعني هنا هو موان لانتيغرال ديال اش ديال بي اكستيريور اللي هي نفس بي ديال الغاز فوا دي دو في مش من ايطا من ايطا ان ايطا دو يعني من في ان لفي دو عندي غاز بارفي كنعرف كنعرف بلي بي في كتساوي ان ار تي يعني انطلاقا من هنايا لاحظ معايا بلي ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني هادي كونستون صافي يعني هاد تي هادي راه كونستون ان راه كونستون اف راه كونستون يعني هنايا الا بغيت من هنا هاد بي هادي اش غتكون بي الا بغيت بي خصني نقسم على في غتكون هي ان ار تي على في حيت ان هاد تي هادي راه كونستون و ان ار راه كونستون اصلا حيت ار هي كونستون دي غاز بارفي و ان راه هو لو نومبر دو مول بالنسبه لواحد ترانسفورماسيون فيزيك كيكون كونستون بالنسبه لترانسفورماسيون شيمي ما كيكونش كونستون صافي اذا بالنسبه ليا هنا لو طرافاي من 1 من 2 اش كيساوي ليا هنا الموان برا هي هنا اش غيبقى داخل غتبقى غير في علاش حيت غنبدل بي هنايا هانتي موان لانتيغرال ديال اش بي باش غنبدلها ب ان ار تي على في وهنا فوا داك دي في من في ان لفي دو هنا اش كتساوي لي بالنسبه ل ان ار تي كونستون غادي تخرج يعني هنا موان ان ار تي هنا لانتيغرال من اش لانتيغرال من في ان لفي دو ديال دي في هنا تبقى على في لانتيغرال ديال او بريم على او هو ال ان لا فالور ابسوليت اي والفوليوم راه بوزيتيف يعني هو ال ان ديال في هنا عندنا ناقص ان ار تي شنو عندنا ان ار تي اللي هي بي في صافي يعني اصلا هاد بي في كونستون يعني بي ان في ان هي نفس بي دو في يمكن لك تجربو هاد ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني بالنسبه لهنايا لو طرافاي من 1 من 2 بالنسبه لشومان 3 اش كيساوي ليا هو موان بي في ممكن هنا نكتب بي ان في ان ولا نكتب بي دو في دو اللي بغيتي هنا لانتيغرال ديال دي في على في هو ال ان وغتعوض ب في دو ومن بعد عوض ب في ان يعني هنا ال ان ديال في دو موان ال ان ديال في ان كنعرفو بلي ال ان دو ا موان ال ان دو بي هي ال ان دو ا على بي اذا هنايا هي ال ان ديال ا على بي اذا هنايا طرافاي من 1 2 بالنسبه للشومان 3 شنو هو
هنا هذا الموا ممكن يدخل ها يولي موا هنا وهنا تولي بلس الموا مع الموا كتولي بلس هنا ال ان د في ا مول ال ان د في 2 هي ال ان د في ا على في 2 يعني هنا بي 1 في 1 في ال ان ديالاش ديال في 1 على في 2 صافي مزيان بالنسبه للفي 1 ها هي كتساوي ديال انا كنعرف بلي هذه هنا كنعرف بلي في 1 هي 3 في 2 يعني بالنسبه للفي 1 على في 2 شحال هي 3 اقسم هنا على في 2 وهنا اقسم على في 2 يعني هي 3 يعني هنا في 1 على في 2 شنو هي 3 يعني بالنسبه لو طرافاي من ان دو بالنسبه لشومان 3 يعني ترانسفورماسيون ايزوتيرم شحال هو راه هو هنا تولي الالين ديال 3 حيت في 1 على في 2 هي 3 يعني هي بي 1 في 1 الالين ديال 3 دابا على لابليكاسيون نيميريك هنا راه ممكن تعوض بي 2 في 2 ما كاين حتى شي اشكال حيت ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني بي في راه كونستون يعني بالنسبة لهنا يا لاشالو من 1 2 بالنسبة لو شومان 3 اش كيساوي ليا بي 1 شنو هي بي 1 بي 1 هي 1 بار يعني 10 اس 5 باسكال بالنسبة ل في 1 شنو هي في 1 هي 3 في 2 و في 2 هي 1 لتر يعني 3 مضروبة في 1 لتر 1 لتر هو 10 اس ناقص 3 متر كيوب هنا مضروبة فاش في الالين ديال 3 يعني بالنسبة لو طرافاي من 1 2 ديال ترانسفورماسيون 3 شنو هو غادي نحسب هنا كان هنايا عندنا 10 اس 5 نضرب في 3 نضرب في 10 اس ناقص 3 نضرب في ال ان ديال 3 القيمه اللي كيعطينا هو 329.58 مزيان 3 في ال ان ديال 3 في 10 اس 5 في 10 اس ناقص 3 اذا هنايا عطينا هي 329.58 جول هذا هو لو طرافاي بغينا لا شالو راه عرفنا بلي ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني الفارياسيون ديال لينيرجي انترن زيرو يعني لو طرافاي هو موان لو شالو ولا شالو هي موان لو طرافاي يعني هي ناقص 329.58 جول اذا هذا بالنسبه لو طرافاي بالنسبه للشومان ترانسفورماسيون ايزوتيرم شحال خرج وهو 329.58 ممكن من الشكل تعرف شكون الكبير فيهم شكون الصغير فيهم الى اخره يعني تاكد من داكشي ديالك حيت لو طرافاي غادي تبقى تهبط هنا غير داك الشراطي وداك البلانات حيت لو طرافاي هو داك المساحه اللي كاينه هنا غير الانتيغرال ديال دي في ديال بي فوا دي في ديال هاد فونكسيون اذا هنايا ندوزو نشوفو شنو قال لك هو شنو قال لنا قال لك كونكلو يعني السنتاج ديالك ملي حسبتي انت لو طرافاي ولي كوانتيتي دو شالو يعني الكوانتيتي دو شالو في هذه الحاله هي ناقص 100 جول في هذه الحاله هي ناقص 200 جول في هذه الحاله هي ناقص 329.58 جول يعني شنو يعني الكوانتيتي دو شالو لو طرافاي يعني لو طرافاي من ان دو بالنسبه للشومان ان راه كيخالف ليا لو طرافاي من ان دو بالنسبه للشومان دو كيخالف ليا لو طرافاي من ان دو بالنسبه للشومان 3 يعني لا تبدل داك المسار ولا تتبدل الطريق كيتبدل لو طرافا يعني راه ماشي فونكسيون ديتا صافي وبالنسبه لشالوغ نفس البلان لشالوغ من ان دو ديال الشوما ان كيخالف لشالوغ من ان دو بالنسبه للشوما دو كيخالف لو طرافا كيخالف كونتيتي دو شالوغ من ان دو بالنسبه للشوما 3 يعني من هنا شنو كنقول كنقول باللي لو طرافا اي لو كوانتيتي لو طرافا et la quantité de chaleur dépend de la chemin suivi. Yani qui s'en trouve le massage. Alors, n'est pas, il donnera moi mes chiffres fonction d'être alors, n'est pas en fonction دابا هادشي راه قلناه في الكور دابا هاد التمرين راه بينا صافي يعني راه ماشي فونكسيون ديت بالنسبه للسؤال الثالث اللي قال لك كيلي ترانسفورماسيون شوازيغا طون سي لو فو ديبونسي لو موان دينيرجي موتريس يعني شنو هو لو طرافاي ولا شنو هو يعني ترانسفورماسيون من هادوك ثلاثه اللي كيدير لينا اقل انرجي موتريس صافي اللي كيدير لينا شوازيغا لوان فو ديبون لو موان دينيرجي موتريس اللي كيدير لينا اقل انرجي صافي كنخسرو فيه اقل انرجي
شنو الترانسفورماسيون هادوك الثلاثه اللي كنخسروا فيه اقل انرجي هو اللي عنده اقل في طرافاي صافي اللي عنده اقل طرافاي اللي كيدير اقل شغل هو اللي كيدير هو اللي كيخسر اقل انرجي صافي. اذا هنايا شكون هو الصغير فيهم؟ عندنا 600 عندنا 200 وعندنا 329 فاصلة 58. اذا عندنا حنايا هاد لو طرافاي من 1 2 بالنسبه للشومان 2 اصغر يعني نبقاو ماشيين هذا صغر من هذا وهذا صغر من هذا اصغر من لو طرافاي من 1 2 بالنسبه للشومان 3 واصغر من لو طرافاي من 1 2 بالنسبه للشومان 1 صافي. يعني شكون الصغر فيهم؟ هو هذا بما ان هذا هو الصغير. اذا شنو هو الترانسفورماسيون اللي كنخسروا فيه اقل انرجي موتريس؟ راه هو الترانسفورماسيون 2 هذا هو الترانسفورماسيون اللي كنخسروا فيه اقل انرجي موتريس. هذا كان بالنسبه للسؤال رقم 3 صافي. اذا كنكون سالينا التمرين هذا الى حصه مقبله ان شاء الله نشوفوا فيه التمرين رقم 8.